نروح لموضوع ثاني، دعم الشباب العربي وتمكينهم. هذا اللي أكدت عليه مؤسسة منتور العربية وشريكاها الاستراتيجيان ام بي سي الأمل ومجموعة زين. طبعا في مؤتمر صحفي تم الإعلان عن برنامج زيارة رئيسة منتور العالمية ملكة السويد سيلفيا إلى لبنان، وراح يتخلل الزيارة إطلاق منصة إرشاد للشباب. خلينا نشوف هذا التقرير. الاستثمار في الأمل والأخذ بيد الشباب والمرأة نحو الريادة عناوين وأهداف جمعت بين مؤسسة منتور العربية وشريكيها الاستراتيجيين ام بي سي الأمل ومجموعة زين. في مؤتمر صحفي عقد في بيروت للإعلان عن برنامج الزيارة الأولى لرئيسة منتور العالمية ملكة السويد سيلفيا، تم عرض الأفكار والخيارات المختلفة لوضع هذه الأهداف والعناوين قيد التنفيذ. أنا بعتقد أنه زيارة جلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد، اللي بترأس مؤسسة منتور على المستوى العالمي واللي بتعنى بتمكين الأطفال والشباب ضد أي سلوك خطر، هي شهادة كتير كبيرة أولاً على دعم الدول والحكومات لمواضيع الشباب، واعتراف قدي أكيد لبنان هالزيارة قدي لبنان بيضلوا مركز للازدهار وللتنمية ولدعم كل القضايا الإنسانية اللي بتمس المجتمع بلبنان وبالمنطقة العربية. تعاون ام بي سي الأمل مع منتور أرابيا بهدف أولاً تحفيز ريادة الأعمال entrepreneurship خصوصاً لدى المرأة العربية ولدى الشباب. نسعى من خلال هذا التعاون إلى الوقاية وليس إلى العلاجات، بمعنى تسليط الضوء على ما قد يقع فيه الشباب لا سمح الله، أكان على طريق التعصب بالملاعب وبالرياضة أو التطرف والإرهاب أو جنوح نحو البطالة وعدم الإنتاج. كل السلبيات اللي الشباب ممكن يقع فيها مقابلة لازم يكون في قوة خاصة وإعلامية وغير حكومية داعمة، وإحنا حريصين اليوم بشركة زين بأن نكون داعمين للشباب وخلق البيئة المناسبة عن طريق الإخوان في منتور أرابيا لعمل الشباب. لبنان يعلق أهمية كبيرة على زيارة ملكة السويد، لا سيما في الظروف الحالية، وهو حريص بالتالي على ملاقاة المبادرات الفردية والمجتمعية للنهوض بالشباب والمرأة. بعدنا بحاجة إلى شغل كبير داخل الكوميونيتيز تبعنا، داخل مجتمعاتنا الصغيرة، داخل الأحياء، داخل البيوت في بعض الأحيان. عشان هيك هذه أهمية يعني توعية وتثقيف الأهل وإقامة برامج تمكن الشباب وتمكن الأهل من مواكبتهم من خلال تطوير حياتهم وتطوير ثقافتهم بهذا الإطار. نحن قادرين نكون منطقة أو نقطة جاذبة لهالنوع من المبادرات حتى أنه نستقبل ملكة مثل جلالة ملك السويد بلبنان بهالظروف اللي عم نمر فيها نحن. المؤتمر الصحفي الذي عقدته منتور العربية كان حاشداً كذلك بالحضور الفني، وتخلله إعلان عن إطلاق أغنية بمناسبة زيارة ملكة السويد إلى بيروت من كلمات نزار فرانسيس وألحان ميشيل فاضل، ويؤديها الفنان أبو باللهجة اللبنانية. هي صراحة هي فعلا مسؤولية كل حد يقدر يبقى يقدم حاجة للشباب. أنا بقالي مع منتور سنتين ونص تقريبا، مصدق في الكوز بتاع منتور أرابيا ومصدق إن عشان نقدر نوقي الشباب من الإدمان لازم نملى بوقتهم بحاجة، والله لو حاجة دي تقدر تبقى حاجة فنية. فمع منتور ومع التيم بنديزاين برامج للشباب لنطلع فيهم الشعلة الفنية. إيجاد الدروب الآمنة مهمة مجتمعية وإعلامية تجاه الشباب العربي الذي يشكل الأكثرية عدديا وينتظر فرصا عادلة نحو تحقيق الذات الإيجابية.